بالحبر الجديد، طوفان الأقصى مستمرون معكم في هذه التغطية، تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تمتد تداعياته إلى خارج حدود القطاع وفلسطين المحتلة لتصل إلى جنوب لبنان والعراق والبحر الأحمر. مراسلون الميدانيون يواكبوننا للاطلاع على آخر تطورات الميدانية، فيما نقرأ في بعض أبرز عناوين الصحف العربية والعالمية مع الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الذي ينضم إلينا من رام الله. ولكن البداية دائما من الميدان ومن رفح تحديدا جنوب غزة مع مراسلنا أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، وهلا أفدتنا بآخر المستجدات لديك. المستجدات بالتأكيد مايا ما زالت على ما هي عليه، مزيد من الغارات وكذلك المجازر المتنقلة بين كل محافظات قطاع غزة، وإن تركزت هذه المجازر على جنوب القطاع سواء في رفح أو في خان يونس. وبالتالي آخر ما أعلنته وزارة الصحة أن إسرائيل ارتكبت 16 مجزرة جديدة خلال الساعات الماضية، أدت إلى استشهاد 163 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 350 آخرين. نحن نتحدث إذن عن ارتفاع تكلفة الضحايا المدنيين أمام هذا العدوان الإسرائيلي، والذي لم توفر فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى خيام النازحين ولا الأماكن الآمنة التي كان جيش الاحتلال قد دعا الناس إلى اللجوء إليها كمدينة رفح التي نتواجد فيها. مدينة رفح فيها قرابة 1,200,000 نازح بحسب آخر الإحصاءات، يضاف إليهم 300 من سكان المدينة الأصليين، وبالتالي الأعداد كبيرة، الازدحام يبدو أكبر، الناس في الطرقات تقيم الخيام وكذلك تفترش الأرض وتلتحف السماء، بالكاد تجدي موطئ قدم في مدينة رفح، لكن هذه المدينة تتعرض إلى هذا العدوان وإلى هذه الغارات الإسرائيلية. بالمناسبة نتحدث عن مجازر ليلية بشكل يومي على مدينة رفح، وكذلك قصفا مستمرا طوال النهار سواء من المدفعية الإسرائيلية أو من المسيرات أو حتى من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. وبالتالي آخر المجازر على مدينة رفح كانت الليلة الماضية قد حصدت أرواح أكثر من 20 طفلا وسيدة وكذلك شيئا في شرق المدينة، بعدما أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بصواريخ تزن الواحدة منها طنا بحسب المصادر الأمنية على عدة منازل، تحديدا منازل تعود لعائلة الزاملي. هذه العائلة يعني بيتها ملاصق تماما لبيوت كثيرة تعرضت للتدمير الكبير، وهذه البيوت كانت تأوي نازحين لكنها قصفت عن سابق إصرار وترصد. فنحن نتحدث عن تكنولوجيا يعني دقيقة تمتلكها إسرائيل، وبالتالي هي تصر على ملاحقة هؤلاء النازحين واغتيالهم وقصفهم أينما تواجدوا، إلى حد أن بعض العائلات افترشت الأرض والتحفت السماء في ظل يعني أزمة وجود خيام أو توفير حتى الخيام بجوار الحدود الفلسطينية المصرية، ولكنها أيضا تقصف، وهناك يعني أحزمة نارية شنت في الأيام الأخيرة على مناطق متاخمة تماما للسياج الفاصل بين الأراضي المصرية وكذلك قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل ماضية في هذا المسلسل الهادف إلى قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. في مدينة خان يونس كذلك الغارات والقصف المدفعي ما زال مستمرا، جيش الاحتلال في الساعات الماضية نسف مزيد من الأحياء السكنية في بطن السمين في قزان النجار، وبالتأكيد جيش الاحتلال لم يكتفي بما تنزله يعني من أطنان الطائرات المقاتلة، وبالتالي بدأ يلجأ بشكل كبير وواسع في استهداف البنايات السكنية عبر تفخيخها ونسفها دفعة واحدة، وهو يهدف بذلك إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المنازل والأحياء السكنية دفعة واحدة. في خان يونس كذلك تم استهداف عدد من المناطق المأهولة بالنازحين تحديدا في منطقة المواصي، خيام النازحين أنفسهم تعرضت للاستهداف الإسرائيلي وكان هناك شهداء وجرحى. في المنطقة الوسطى لا يختلف المشهد، فكل المخيمات تتعرض إلى القصف الإسرائيلي. في الساعات الماضية انسحبت الدبابات الإسرائيلية من مخيم المغازي وكذلك مخيم البريج تاركة خلفها دمارا واسعا، حولت هذين المخيمين إلى مجرد كومة من الركام، وبالتالي تشرد مزيد من العائلات مع
مرور الوقت في ظل هذا العدوان. أما في مدينة غزة فالحدث الأبرز صباح هذا اليوم نصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر جامعة الإسراء في جنوب مدينة غزة بعد نهب محتويات هذه الجامعة التي تعتبر واحدة من أعرق يعني وربما أحدث الجامعات في قطاع غزة. وبالمناسبة نتحدث بتدمير مبنى جامعة الإسراء عن تدمير كلي لكل الجامعات في غزة، سواء الجامعة الإسلامية أو جامعة الأزهر أو جامعة فلسطين أو حتى كليات يعني المجتمع والأقصى وغيرهما. وبالتالي المرافق التعليمية دمرت بالكامل سواء الجامعية أو حتى على صعيد المدارس. إذن هكذا يعني يبدو المشهد حتى الساعة في قطاع غزة. إسرائيل مرتبكة بالميدان بعد طول أمد هذه الحرب دون أن تحقق أي من أهداف عدوانها المدمر، فقط تنتقم من المدنيين ومن البنى التحتية ومن قطاع غزة الذي على ما يبدو تسعى إلى تحويله إلى مكان غير صالح للحياة. في محاور القتال ما زالت المقاومة تخوض قتالا ضاريا وشرسا في خان يونس في الأطراف الشرقية للمنطقة الوسطى وتحديدا المغازي والبريج، بالإضافة إلى بعض المحاور التي حاولت الدبابات الإسرائيلية في الساعات الماضية أن تعيد الاستيلاء عليها في مدينة غزة، ولكنها باءت بالفشل في ظل ضربات المقاومة والاشتباكات الضارية التي تخوضها المقاومة على هذه المحاور سواء في غرب أو شمال غرب مدينة غزة أو في جنوب غرب مدينة غزة أو في بعض المناطق الشرقية من القطاع، تحديدا في القاطع الشمالي على غرار الشجاعية والزيتون والتفاح، وأيضا الأطراف الشرقية من مخيم جباليا التي قالت فيها المقاومة وتحديدا كتائب القسام إنها دمرت عددا من الآليات العسكرية بعدما حاولت إسرائيل أن تدخل هذه الدبابات إلى أماكن انسحبت منها قصرا في ظل ضربات المقاومة في الأيام الأخيرة. أشكرك أكرم دلول مراسل الميدان، كنت معنا من رفح في جنوب غزة. نذهب من جنوب غزة إلى جنوب لبنان مع مراسلنا علي مرتضى. مرحبا بك وأنت معنا على مقربة من فلسطين المحتلة، تحدثنا عن آخر المستجدات لو سمحت. نعم صباح الخير، حتى اللحظة الهدوء الحذر يعم طول الجبهة أقله من الجهة اللبنانية، لا نيران رصدت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواقع الاحتلال على طول الحدود أقله حتى هذه اللحظة. أما العدو الإسرائيلي فمنذ الصباح الباكر بادر باعتداءاته اتجاه الأراضي اللبنانية، كان هناك قذائف مدفعية استهدفت أطراف بلدات عيترون وبليدة، كذلك غارتين من مسيرة استهدفت محيط بلدة كوكبة، و أيضا كان هناك ثلاث غارات حربية، غارة استهدفت أطراف مركبة وغارتين استهدفت أطراف الطيبة. يأتي ذلك بعد يوم طبعا اشتعلت فيه المواجهات في فترة ما بعد الظهر، وصلت أعداد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية إلى 5 عمليات عسكرية، كذلك رصدنا بضع عمليات عسكرية أخرى، واحدة تمت باتجاه ثكنت باتجاه الجليل الغربي، صواريخ انطلقت باتجاه الجليل الغربي تبنتها كتائب القسام لبنان بالأمس، وكذلك كان هناك عملية باتجاه مستوطنة المطلي أصيب بها قوة من الجنوب في محيط موقع المطلي، لم تتبنى أي جهة هذه العملية ولكن الإصابات كانت مباشرة، ووسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت بعض الفيديوهات عن هذه الإصابة. وبالتالي كل هذه الأحداث التي انطلقت بالأمس من فترة ما بعد الظهر تقريبا ألقت بظلالها على هذه الجبهة. أما حتى اللحظة يمكن القول بأننا أمام هدوء حذر يخرق اعتداءات إسرائيلية إن كان بالغارات أو بالمسيرات أو بقذائف المدفعية. أشكرك علي مرتضى مراسل الميدان، كنت معنا من جنوب لبنان. نذهب مباشرة إلى مراسلنا في طهران أحمد البحراني. مرحبا بك زميلي أحمد، وربما ما زلنا في مرحلة تداعيات هذه العملية الإيرانية فيما يخص أمس واستهدافها لمجموعات، أكان ذلك في كردستان العراق أو حتى في سوريا، وبطبيعة الحال إعلان حرس الثورة في إيران عن استهداف السفينتين الإسرائيليتين في المحيط الهندي مطلع هذا العام، ترصد لنا كل هذه الأجواء لو سمحت. نعم يا حقيقة الحدث الأبرز حاليا هذا اليوم هو الهجوم الباكستاني الذي طال بعض من النقاط داخل الأراضي الإيرانية على بعد 3 و4 كيلومترات في عمق الأراضي الإيرانية، ردا على هجوم حرس الثورة الإسلامية على مقر تنظيم جيش العدل المصنف إرهابيا داخل إيران في الأراضي الباكستانية.
آخر التصريحات من باكستان وردت على لسان الرئيس الباكستاني، حيث أكد على أهمية التعاون المشترك بين كل البلدان ولا سيما إيران وباكستان في مكافحة الإرهاب، وأشاد بمهنية ما سماه مهنية الجيش الباكستاني في استهداف الإرهابيين وعدم استهداف المدنيين الإيرانيين في هذه الضربة. طبعا وزير الداخلية الإيراني في هذه الجزئية أيضا أكد أن كل الضحايا القتلى، حيث وصل عددهم إلى 9 أشخاص نتيجة هذا الهجوم الباكستاني، كلهم من الرعاية الباكستانيين مايا. طبعا بمعزل عن العلاقات الجيدة حقيقة خلال السنوات الماضية بين البلدين، وخاصة بعد مجيء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في البلاد، كان هناك دائما انتقادات موجهة من الجانب الإيراني إلى باكستان. دائما إيران كانت تعتب على السلطات الباكستانية، سواء الجيش الباكستاني أو الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في باكستان، وتؤكد على ضرورة ضبط الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى ضرورة التصدي للتنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية التي تنطلق من داخل الأراضي الباكستانية وتهدد الأمن والمصالح الإيرانية وتنفذ عمليات إرهابية داخل إيران. وشهدت إيران على مدى السنوات 20 الماضية العديد العشرات من هذه الهجمات، آخرها كان تنفيذ عملية اغتيال طالت أحد ضباط حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوجستان. وتبنى هذا الهجوم وهذه العملية تنظيم جيش العدل الإرهابي. طبعا فيما يتعلق الأمر بالتصريحات، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أيضا أكد استدعاء السفير الباكستاني، انتقد الموقف والإجراء والخطوة الباكستانية، لكن المسؤولون في إيران يؤكدون على ضرورة مواصلة التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري بين سواء مع باكستان أو مع العراق وكافة دول الجوار من أجل مكافحة الإرهاب. الإيرانيون يؤكدون أنهم تصدوا وكانوا يرفعون راية مواجهة والتصدي ومكافحة الإرهاب على مدى السنوات الماضية، لكن تم إخطار هذه الدول على مدى فترة طويلة، على مدى سنوات. المسؤولون الإيرانيون كانوا دائما يؤكدون سواء مع المسؤولين العراقيين أو مع المسؤولين الباكستانيين، من رأس الهرم هنا في السلطة، من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي إلى باقي المسؤولين، كلهم كانوا يؤكدون على مدى السنوات والأشهر الماضية على ضرورة أن تبذل دول جوار إيران مزيد من الجهود من أجل التصدي للجماعات الإرهابية التي تدخل إلى الأراضي الإيرانية. فيما يتعلق الأمر بالحادث الأخير مع باكستان، طبعا الجانب الإيراني ينفي وجود أي تنظيم إرهابي باكستاني أو إيراني يتخذ من الأراضي الإيرانية منطلق لتهديد الأمن القومي الباكستاني، على عكس ما هو واقع ويتم تهديد الأمن القومي الإيراني من داخل الأراضي الباكستانية. وبالتالي هذا هو الخلاف. الهجوم الباكستاني من وجهة النظر الإيرانية غير مبرر إلى حد كبير، باعتبار أنه لا وجود لمنظمات إرهابية سواء باكستانية أو إيرانية تنطلق من الأراضي الإيرانية، والعكس صحيح، حيث أن هناك العديد من التنظيمات الإرهابية المسلحة والتكفيرية التي تنطلق من الأراضي الباكستانية وأيضا من الأراضي العراقية وتحديدا من أقليم كردستان العراق باتجاه إيران. أشكرك أحمد البحراني مراسل ميادين، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران.
الآن إلى الوقفة التضامنية مشاهدينا مع غزة، والتي دعت إليها المؤسسات العاملة في المخيمات الفلسطينية. معنا من هناك مراسل ميادين عباس الصباغ. عباس مرحبا بك، وهلا وضعتنا في أجواء هذه الفعالية. نعم يا تحية لك ومشاهدي الميادين. كان في هذه الأثناء تقام وقفة تضامنية هنا أمام السفارة المصرية في بيروت لجمعيات أهلية فلسطينية حضرت من مخيمات بيروت للتعبير عن الغضب بسبب الاستمرار في إقفال معبر رفح، ويرفعون لافتات وشعارات تقول بأن المشارك في الحصار هو المشارك في العدوان، وسيتسلم مذكرة إلى السفارة المصرية للمطالبة بفك الحصار من جهة رفح وفتح المعبر أمام المساعدات ورفع الحصار عن غزة. يعني معي إحدى السيدات، السيدة تضامنية، وماذا تقولين يعني مصر وأنتم تتظاهرون أمام هذه السفارة؟ إحنا جايين عشان غزة، جايين نقابل غزة في السفارة عشان غزة، وإحنا بنصعد عشان غزة. إحنا سكرين الحدود، علينا لنروح نشوف أهل غزة، وإحنا فلسطين أرضنا وبلادنا. قتلوا قوم أطفال وكليات جرحى، إحنا ما بدنا هذا الشيء، كان بدنا أحسن من هون لغزة. غزة حبيبتنا وغزة أراضينا وغزة بلدنا، إحنا مستعدين نروح على غزة. سكروا الحدود علينا، الله ما الله يشفين، الله يرحمهن ويحسن، والفاتحة عن روح الشهداء كلياتهم الله يرحمهن. نعم، يعني هذه هي الأجواء هنا. طبعا ستسلم مذكرة بعد قليل السفارة المصرية. هذه الوقفة تشارك فيها النساء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. نعم. في عادة للتذكير بأن إغلاق معبر رفح هو يعني شراكة في ما يسميه المشاركات في هذه الوقفة بأن شراكة في العدوان، ويرفعنا صور الشهداء وصور الدمار في القطاع المحاصر والمقاوم. هذه الأجواء حتى اللحظة من أمام السفارة المصرية في بيروت. عودة إليك. شكرا لك عباس صباغ مراسل ميادين، كنت معنا إذا من أمام السفارة المصرية. شكرا جزيلا لك في لبنان. إذا مشاهدينا نبدأ هذا السياق في القراءة فيما جاء في عناوين الصحف والمواقع، ومعنا ضيفنا دائما أستاذ بسام الصالحي. إذن البداية مع التدخل العسكري في اليمن، لا فائدة منه لإعادة الهدوء إلى البحر الأحمر. هذا العنوان عنوان مقال في الميادين نت. شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على اليمن، الأمر الذي أدى إلى توترات ومزيد من الأخطار في البحر الأحمر. ولا بد من التأكيد أن الوضع المتوتر في البحر الأحمر هو أحد مظاهر امتداد الصراع المستمر في غزة. تظل الوسائل العسكرية الطريقة الأكثر تفضيلا للولايات المتحدة، لكن الدروس الدامية علمتنا أن استخدام القوة كوسيلة أساسية لا يمكن أن يحل المشاكل، بل سيزيد الوضع سوءا. وسواء أكانت أزمة البحر الأحمر الحالية أم الحرب في غزة، فإن الحل الحقيقي لهما كان واضحا جدا: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وهو ما تفتقد واشنطن الشجاعة لاتخاذ قرار بدعمه. أجدد الترحيب بك الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي. مرحبا بك أستاذ وأنت معنا من رام الله. إذن انطلاقا مما جاء في الميادين نت ومما جاء في هذه الخلاصة على أن كل الحلول لما يحصل أكان ذلك في البحر الأحمر أو غيره تكمن في وقف العدوان على غزة، وهذا القرار واشنطن عاجزة عن اتخاذه، لماذا برأيك؟ أولا لأن الولايات المتحدة شريك فعلي في العدوان على غزة وفي حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، وهي تنظر إلى المفاهيم والأهداف الإسرائيلية في غزة وفي الضفة عموما باعتبارها أيضا أهداف أمريكية للسياسة الأمريكية ولنوع من الهيمنة على المنطقة وتكريس هذه الهيمنة، سواء من خلال إسرائيل أو من خلال الولايات المتحدة نفسها. ولذلك هم يرفضوا أن يتم التعامل مع الواقع الجديد الذي فرض في البحر الأحمر من خلال التدخل اليمني، ويرفضون معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التدخل والتي جاءت سواء من لبنان أو من اليمن أو من العراق أو من غيره. وبالتالي هم لا يزالوا يراهنون على أن بإمكان الاحتلال أن ينهي المهمة في غزة دون الحاجة إلى أي ترتيبات إقليمية أخرى،
أو لوقف الأحداث الجارية في لبنان أو في اليمن، ولكن هم واهمون، هم لن يستطيعوا أن ينجزوا ما هدفوا إليه في قطاع غزة، وكذلك سينفجر الوضع أكثر فأكثر في المنطقة بشكل عام. ما جرى في اليمن هو تطور لم يكن مفاجئ للولايات المتحدة ومفاجئ لدولة الأبرتهايد في العنصرية في إسرائيل، ولكنه في واقع الأمر غير في المعادلات للأمن الإقليمي بشكل عام، وجعل أن القضية الفلسطينية في مركز الأمن الإقليمي كما كان يقال دائما. كنت تتحدث إذا أستاذ بسام الصالحي عن أن الولايات المتحدة هي منخرطة في هذه الحرب. بلينكين وبعد زيارته الأخيرة إلى المنطقة يقول بأنه عاد ولكنه لم يستطع إقناع نتنياهو بأي شيء سوى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله في لبنان. ما الذي نفهمه من هذا الأمر؟ الولايات المتحدة تريد إدارة للصراع أو بالأحرى للعدوان على غزة بشكل فيه بعض الفوارق مع نتنياهو من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون كما قلت هم شركاء في الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني. أيضا هم يريدوا بعض المظاهر التي تراعي الوضع في الضفة الغربية، سواء من حيث حجم الاجتياحات الإسرائيلية المستمر أو في شكل التعامل مع السلطة الفلسطينية في موضوع المقاصم، ولكن كل هذه الأمور هي تعتبر أمور ثانوية. الأمر الرئيسي أن الولايات المتحدة تحجم عن معالجة القضيتين الرئيسيتين التاليتين، الأولى وقف العدوان المستمر على قطاع غزة، والثاني إنهاء الاحتلال الذي هو سبب كل المشاكل وكل الصراعات التي تجري في المنطقة. والقرار في الولايات المتحدة هو تهدئة الأمور وإدارة الأزمة وليس السعي من أجل حلها، ولذلك هم فعليا لا يختلفوا في تقديرنا عن موقف نتنياهو، ولكن هم يريدوا أن يعطوا بعض الهوامش لحركتهم السياسية، ولكن في الجوهر هم متفقون تماما على عدم إنهاء العدوان في غزة وعلى عدم حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال. ولذلك رأينا أن بلينكين يطرح وجاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مقاربة للأمن الإقليمي من 3 عناصر، الأولى التطبيع مع المنطقة العربية، وهم يقصدوا بذلك بشكل مباشر مع السعودية. السعودية الآن، والأمر الثاني أمن إسرائيل الذي يريدونه أيضا بفرض قيود على كل المنطقة وتكريس مكانة إسرائيل كطرف أمني مهيمن في المنطقة، وثالثا ما سمي أفق حل الدولتين وهو العودة إلى اللعب على ذات السياسة التي مورست خلال 30 عاما في الحديث عن أفق لحل دولتين، بينما المطلوب في الواقع هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين كما تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني الولايات المتحدة حتى الآن ترفض الاعتراف بدولة فلسطين، ترفض الذهاب لمجلس الأمن من أجل تكريس هذا الاعتراف، وبالتالي بناء عملية سياسية من أجل جدول زمني لإنهاء هذا الاحتلال. ولهذا المفهوم الأمريكي برمته في تقديرنا هو التطبيع، الأمن لإسرائيل وإدارة الأزمة مع الفلسطينيين دون حل جذري لقضية الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال. في السياق نفس الفكرة التي ذكرتها أستاذ، نشير إلى هذا العاجل عبر شاشة الميادين عن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يقول بأن ربما من الصعب وقف العنف في غزة ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين. عن الهجمات الإيرانية خارج الحدود تكتب وطن أمروز الإيرانية وتقول مضاعفة بعد عمليات حرس الثورة الصاروخية خارج الحدود رسالة إلى إسرائيل. الهجوم الصاروخي لحرس الثورة له أهمية كبيرة، ولا سيما من ناحية عدد الضربات وأبعاد الصواريخ، كما أن تزامن العمليات بعضها مع بعض يشكل نقطة مهمة. الدقة في الاستهداف هي السمة الغالبة على العملية، كما أن بعد الصواريخ التي وجهت نحو مقر الإرهابيين في إدلب كان أكثر بكثير مما شهدناه من القوى الصاروخية الإيرانية مسبقا. لذا يمكن القول إن هذه العملية كانت تدريبا واقعيا للوصول إلى الأراضي المحتلة، مع أن المسافة بين غرب إيران والأراضي المحتلة هي 1100 كيلومتر، أي أقل مما شهدناه في العملية الأخيرة. وصاروخ خيبر شكا من الصواريخ الإيرانية التي تصنف بأنها ضاربة لإسرائيل وتستطيع الوصول إليها في حالة الضرورة العسكرية. ومن هنا أذهب إليك مجددا أستاذ بسام أسألك
منك عن الرسائل التي أرادت إيران إيصالها من خلال هذه العملية المزدوجة التي استهدفت فيها مجموعات في كردستان وأيضا مجموعات سمتها بالإرهابية في سوريا، أضف إلى ذلك ما حصل في المحيط الهندي من استهداف لسفينتين إسرائيليتين. أي رسائل للصديق وللعدو؟ إيران تحت الاستهداف منذ فترة طويلة، خصوصا من دولة الإبادة الصهيونية وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، ولمسنا ذلك بالاعتداءات المتنوعة التي جرت على إيران، سواء في داخل إيران نفسها من اغتيال للعلماء ولمسؤولين عسكريين، من اغتيالات تتم بشكل شبه يومي أو أسبوعي في سوريا لمسؤولين إيرانيين، ولضرب مراكز إيرانية في دمشق وفي المطار، وبما في ذلك اغتيال لشخصيات من الحرس الثوري الإيراني. ولا تكف إسرائيل عن الإعلان أنها تستهدف إيران سواء داخل إيران أو خارج إيران. وكان من المستغرب بالحقيقة أن رد الفعل الإيراني على ذلك هو بامتصاص كل هذه الضربات، أكثر منه رد فعل مباشر وفيه ردود ملموسة على هذه الاعتداءات. واضح تماما أن هذه السياسة الآن تغيرت في إيران، وبدأت إيران ترد بشكل مكشوف وواضح وصريح، وهذا أمر باعتقادي سيربك حسابات الإدارة الأمريكية وحسابات دولة الأبرتايد. طبعا إيران دولة إقليمية ذات وزن كبير، هي لها تحالفات دولية مهمة خصوصا مع روسيا ومع الصين، ولها أيضا تحالفات إقليمية مهمة مع عدد من الدول ومع بعض مع حركات مقاومة في دول عربية مختلفة، وبالتالي لا يمكن تجاهل أن إيران بإمكانياتها الإقليمية المتنوعة هي لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط. دولة الإبادة الصهيونية والولايات المتحدة تريد أن تقلص هذا الدور وتحكم عليه بالتناقض مع المحيط العربي، وكان خيرا أنه تم التوافق السعودي الإيراني الذي أفشل هذه الذريعة وسحبها من يد دولة الإبادة الصهيونية. ولكن في واقع الأمر في اعتقادي أن مجرى الأحداث سيعيد إبراز ثلاث أو أربع قوى إقليمية أساسية في المنطقة، إيران واحدة منها، تركيا دولة إقليمية أيضا كبيرة، ودولة الأبرتهايد التي تسعى أيضا لأن تكرس مكانها في المنطقة بالإضافة إلى الدول العربية. الدول العربية هي الخاسر الأكبر في تقديري في توازن القوى الإقليمي، ويجب أن يكون هناك تدارك عربي خصوصا من السعودية ومصر وغيرها، بحيث أن يكون هناك ثقل إقليمي أيضا موازي للأطراف الإقليمية الكبرى، وبحيث يكون في جو تفاهم هذه القوى الإقليمية السعودية ومصر وإيران وتركيا، تفاهم يجعل بالإمكان أيضا مساندة القضية الفلسطينية في إجبار الولايات المتحدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل القضية الفلسطينية وفقا لهذه القرارات. ولذلك نحن نعتقد أن التوازن الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية مهم جدا في إسناد قضية الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد أن التصعيد ليس مستبعدا لا من الولايات المتحدة ولا من دولة الإبادة الصهيونية. بالحديث عن إسناد الفلسطينيين، كيف فعلت حرب غزة محور المقاومة؟ عنوان في صحيفة Foreign Affairs. في كلمة تأبينية بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، قال الأمين العام لحزب الله إن الرد على الاغتيال سيكون عبر محور المقاومة. وبعد الخطاب بساعات بدأ رد المحور. حزب الله هاجم ثكنة ميرون الإسرائيلية، المقاومة العراقية استهدفت قواعد أمريكية، والحوثيون كثفوا هجماتهم في البحر الأحمر، تقول هذه الصحيفة. الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون أنهم لا يريدون توسيع الصراع، إلا أن المحور على ما يبدو يؤدي دورا مغايرا من خلال معركة إقليمية. لقد أظهر هجوم 7 أكتوبر قدرات المحور ونفوذه، حيث يرى الغرب أن طهران هي العقل المدبر، فحرس الثورة هو مزود السلاح والعتاد. إلا أن ما يظهره المحور حاليا يبدو أنه يفوق بكثير ما كانت إيران تسعى إليه. القاسم المشترك لدى عناصر المحور هو العداء لأمريكا وإسرائيل، فما يحدث لمنطقة يؤثر في مناطق أخرى للمحور لا كأداة لإيران، فالمحور يتصرف من منطلق وحدة الأهداف الاستراتيجية، الواحد للكل والكل
للواحد. أسمع منكم تعليقا على ما جاء في Foreign Affairs أستاذ بسام، وأيضا أضيف إلى ما ذكر ما ذكرته هذه الصحيفة أيضا عندما تقول بأن انطلاقا من كل هذه المعطيات بات من الصعب على أمريكا تفكيك هذا المحور ومحي الأفكار التي أسست هذا المحور. نعم، أعتقد بأنه أولا هناك ثلاث أمور في غاية الأهمية. الأمر الأول أن القضية الفلسطينية لطالما تم الحديث أنها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنه دون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك لا أمن ولا سلام في المنطقة. دولة الإبادة الصهيونية تعاملت كل الوقت على تهميش هذا المفهوم والاستخفاف به، وجعلت كما لاحظنا في الأعوام الأخيرة من تهميش القضية الفلسطينية جوهر أمر جوهري في سياستها، وساعدها على ذلك مع الأسف استبدال موضوع التطبيع من أن يكون في آخر قائمة مبادرة السلام العربية لأن يصبح في أول القائمة دون حل القضية الفلسطينية. ولذلك كانت المنهجية كلها من دولة الإبادة هي أن يتم التطبيع على حساب حل القضية الفلسطينية. الآن يتأكد للجميع أنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة. والجدي والمهم في الموقف الذي تم في اليمن وفي العراق وفي لبنان أن كل هذه الأطراف رهنت وقف إطلاق النار ووقف مجابهة السفن المتجهة إلى دولة الإبادة أو غيرها بوقف العدوان على قطاع غزة. وهنا ظهر جليا أن هناك تعبير ملموس عن حالة الترابط بين القضية الفلسطينية وحلها وبين قضية الأمن والسلام الإقليمي. الأمر الآخر الثاني هو أن هناك جبهة، من الواضح أن هذه الجبهة تعمل مع إيران بشكل منسق وبشكل وثيق، وهذه الجبهة تربك حسابات دولة الإبادة وتربك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو واضح أنه لا يمكن حل قضايا المنطقة دون أن يعالج أيضا الأمر الإيراني نفسه، لأنه أيضا إيران لها مصالح ولها حاجة لأن تحل قضاياها خصوصا في العقوبات وفي كل مضامين ما تم التراجع عنه في الاتفاق الإيراني الأمريكي السداسي الذي تم فيما يتعلق في الملف النووي. وبالتالي أيضا إيران لها مصلحة كبيرة في أن يتراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وأن يتراجع نفوذ دولة الإبادة الصهيونية أيضا في المنطقة. الأمر الثالث والمؤسف هنا أنه المحيط العربي مع الأسف يبدو أنه لم يحسم أمره في العلاقة مع الولايات المتحدة، ولذلك ظلت الدول العربية المركزية لا تزال تعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة. أقصد هنا في هذه الدول السعودية، مصر، الأردن، قطر، الإمارات، وحتى أيضا مع الأسف الجانب الفلسطيني. ولذلك آن الأوان لأن يجري تفكيك هذا الاعتماد على الولايات المتحدة من هذه الأطراف جميعا. نحن في منظمة التحرير في حزب الشعب الفلسطيني ندعو باستمرار لأن يتم التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها عدو شريك للعدوان على غزة وليست وسيطا نزيها في أي عملية سياسية. وفي اعتقادي أن الموقف الفلسطيني الحازم برفض حتى استقبال المسؤولين الأمريكيين وتحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري أمر مهم في إضعاف اعتماد الدول العربية المركزية على الولايات المتحدة. هذا مطلوب أيضا من مصر، مطلوب أيضا من الأردن، من السعودية، أن لا ترهن المستقبل بتحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة الضعف هذه في اعتقادي يجب أن تعالج، وإذا ما تم معالجتها فنحن سنشهد أن الولايات المتحدة لن تعود مهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. هي بدأت بخسارة هذه الهيمنة ويجب أن نستمر في ذلك على مستوى متناسق بين كل الأطراف. نواصل هذه الجولة أستاذ بسام إلى التطورات الميدانية في غزة ونقرأ في الأخبار اللبنانية. أول اختبارات المرحلة الثالثة لا مناطق رخوة في شمال غزة. كشفت الساعات الأخيرة تفاصيل الانقلاب الميداني المفاجئ في محاور شمال غزة، حيث توغلت الدبابات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من مخيم جباليا وأحياء التفاح
كفاح والشيخ رضوان. ويلخص مصدر في المقاومة ما حدث بأن القوة بدأت بالعمل على إنجاز بعض المهام، فاكتشفها المقاومون وخاضوا اشتباكات من مسافة صفرية مع الجنود الذين حوصروا في جيوب ضيقة. يمكن القول إن ما حدث في مناطق شمال قطاع غزة في اليومين الماضيين هو التطبيق الفعلي لما تعنيه المرحلة الثالثة من العملية البرية، أي استنساخ النموذج الأمني للضفة الغربية المحتلة في غزة. غير أن ما لاقاه العدو خلال عمليات إجلاء القوات الخاصة يبدد ذلك الوهم. بالنتيجة فإن فرصة تحويل المناطق الشمالية من قطاع غزة إلى مناطق رخوة هي حلم بعيد المنال. أمام هذا الواقع الميداني، أستاذ بسام، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية بالتحديد أن يعني جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي يرفضون المشاركة في القتال في غزة. بما يشي هذا الأمر انطلاقا من هذا الواقع الميداني الذي ورد في الأخبار اللبنانية؟ هذا يشير إلى الصعوبات التي بدأت تلمس في دولة الإبادة الصهيونية. هذه الصعوبات واضحة على المستوى الاحتياط، على مستوى الاقتصاد الإسرائيلي نفسه، والأهم على مستوى مجلس الحرب في دولة الإبادة. نحن نعرف أن هذا المجلس توصل إلى اتفاق في البداية من ثلاث عناصر يقوم على ضرب وإنهاء حركة حماس وإعادة المختطفين أو المحتجزين كما يسمونهم، وثالثا ضمان عدم عودة حماس إلى الحكم في غزة. هذا المفهوم بدأ الآن يتزعزع لدى أركان مجلس الحرب في دولة الإبادة، حيث نرى بأن جانتس وإيزنكوت وهم الطرف الرئيسي في هذا المجلس بدأوا يتحدثوا عن إمكانية وقف إطلاق النار وإعادة أو تبادل الأسرى دون ربط ذلك بإنهاء فوري لحركة حماس. هذا تغير مهم يشير إلى طبيعة الحالة الأمنية وطبيعة الحالة المجتمعية داخل هذه الدولة، ولكن أعتقد أن هذا الاتجاه يجب أن لا يعول كثيرا عليه، لأنه لا يزال الاتجاه المهيمن في دولة الإبادة هو الذي يمثل نتنياهو والحكومة الأكثر فاشية في داخل هذه الدولة، بالإضافة طبعا إلى وزير الدفاع الذي هو أقرب على نتنياهو بهذا الفهم منه على الأطراف الأخرى. ولذلك نحن نتوقع المزيد من التصعيد في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، وهم يريدوا أن يبرهنوا أن ما يسمى المرحلة الثالثة لا يقل أذى للفلسطينيين عن المراحل السابقة، بالإضافة طبعا إلى التهديد المستمر تجاه جنوب لبنان. ومن هنا أعتقد أن هناك تخبط في دولة الإبادة، ولكن الاتجاه المركزي لها لا يزال في استمرار الإبادة الجماعية والتصعيد في غزة والضفة ولبنان. نواصل هذه الجولة. استعدوا لحرب أهلية، عنوان في صحيفة هآرتس في كانون الثاني يناير من العام الماضي بدأ حكم حكومة الكابوس. حدد رئيسها أهدافا أربعة: الأمن والحاكمية وإيران وغلاء المعيشة واتفاقيات التطبيع. والنتائج في آخر السنة نراها في حكومة منهمكة بضمان حرب دائمة في غزة والحدود الشمالية وإشعال الضفة الغربية. بقاء هذه الحكومة يعتمد على استمرار الحرب إلى الأبد، وستكون سنة 2024 سيئة مع تراكم الأزمات الأمنية والاقتصادية، ما سيؤدي إلى غليان واحتجاجات. نسخة من حرب أهلية على وشك الاندلاع، والشرطة عادت إلى العمل كميليشيا بن كفير. إصرار بن كفير على استبدال مفوضة مصلحة السجون هو لإشعال هذه السجون من خلال مفاقمة ظروف السجناء الأمنيين، ومن هناك إشعال كل الضفة الغربية. إسرائيل الديمقراطية تقترب من اختبار حياتها، إذ لم نفز فيه ببساطة لن نكون. إذا يتحدث هنا الكاتب أوري مسكاف، إما أن تكون إسرائيل أو لا تكون، وهو معلق وأحد قادة احتجاج الأعلام السوداء. ومن هنا أسألك عن واقع الداخل الإسرائيلي، بما يشي هذا الغليان، علما بأنه بحسب NBC الأمريكية هناك نقاش أمريكي فيما يخص يعني الإطاحة بنتنياهو والحديث عن مرحلة ما بعد نتنياهو. دولة الإبادة منذ أكثر من عام وهي تمر في وضع من الصراع الداخلي الذي كان يغيب عنه الموضوع الفلسطيني. في الحقيقة كان هناك صراع داخلي
حول طبيعة النظام الداخلي في هذه الدولة، حول الصلاحيات، حول النظام الديمقراطي، وهم أيضا كانوا ينتقدوا هذه الحكومة الأكثر فاشية ليس على مسلكها تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن على رؤيتها للنظام السياسي داخل الدولة الإبادة نفسها. ولذلك كانت كل الاحتجاجات عمليا يغيب عنها الموضوع الفلسطيني، اللهم بعض المحاولات لإقحام هذا الموضوع في الجدل الداخلي الذي كان يقوم به الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية والجماهير الفلسطينية في الداخل. ولكن الآن بدأ واضحا أن الموضوع الفلسطيني فرض نفسه أيضا على الصراع الداخلي في هذه الدولة، ولم يعد هناك من مفر من ربط المسائل ببعضها البعض. ما كيف ستأخذ هذه وقتها، كيف سيكون شكلها، هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولكن لم يعد بالإمكان الحديث عن تناقضات داخلية في دولة الإبادة بمعزل عن الشأن الفلسطيني. القضية الفلسطينية فرضت نفسها، وبالتالي زادت من أزمة وحدة التناقضات في داخل هذه الدولة، وسيزداد معها كما قلت التيار الأكثر تطرفا والأكثر فاشية الذي سيسعى لحسم كلا الأمرين، يسعى للحسم مع الشعب الفلسطيني بمزيد من الإبادة، ويسعى للحسم داخل دولة الإبادة بمزيد من تقليص ما يسمى الديمقراطية. نحن على قناعة دائما بالمقولة الماركسية المعتادة أنه لا يمكن لأي دولة تحتل دولة أخرى أن تكون دولة حرة أو دولة ديمقراطية. هذه الحقيقة هي حقيقة ساطعة في دولة الإبادة، فهي ليست ديمقراطية وليست دولة حرة، هي دولة نعم. إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وهي كذلك دولة لن تكون قادرة على حماية منظومة ديمقراطية في داخلها، رغم أن هناك نعم. عوامل مشتركة عديدة بين أحزابها الرئيسية. ختاما نذهب إلى ما ذكره مراسل الميادين أحمد البحراني، كان معنا من طهران، عن التوتر الإيراني الباكستاني. نقرأ في الإكسبرس تريبيون الباكستانية: العلاقات الإيرانية الباكستانية على مفترق طرق بعد الضربات. شهدت العلاقات بين البلدين اضطرابا سريعا بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، وفي اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني بنظيره الباكستاني، عبر الأخير عن إدانة بلاده للضربة الإيرانية، محذرا من الإضرار بالعلاقات بين البلدين. مصادر رسمية كشفت للصحيفة أنه في مشاورات بحث إمكانية الرد على الضربات الصاروخية، كان هناك توجه يدعو إلى ضبط النفس وآخر للرد على الهجوم، وإلا فإن أي دولة سيكون باستطاعتها مهاجمة باكستان بذريعة التنظيمات الإرهابية. وتشير التقديرات بحسب الصحيفة إلى أن إيران ربما تشك في أن باكستان قد تنضم إلى الكتلة الغربية في حال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وأنه يمكن استخدام باكستان لزعزعة استقرارها، في حين يرى مراقبون أن مثل هذه الضربات قد تدفع باكستان إلى تعزيز علاقاتها مع منافسي إيران. كيف ترى تداعيات هذه الضربات بين إيران وباكستان؟ هل ترى ربما أنها شرارة صراع أكبر من ذلك، أو أنها موضوعية تنتهي هنا؟ هذا يعتمد الحقيقة على أولا على الجهد الإيراني، وأيضا على الواقع في باكستان. ولكن من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة لإيران أنه ليس فقط بإمكان إيران أن تخلق صعوبات ومشاكل للولايات المتحدة ولدولة الإبادة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضا بإمكان الولايات المتحدة أن تخلق مشاكل لإيران. بالتالي هي معروف أن لها علاقات متينة جدا مع باكستان، وبالتالي يمكن أن تخلق أزمة من يعني تصاعد من الأزمة الموجودة في باكستان. أصلا هذا التنظيم الإسلامي الداعشي عمليا في باكستان هو صنيعة الولايات المتحدة أيضا، وربما أن الولايات المتحدة معنية بأن تشعر إيران أنها ليست بمأمن من الجبهات القريبة منها، بما في ذلك سواء في إيران أو في العراق أو في أي مكان آخر، حتى تصبح إيران أيضا هدفا لتوترات في محيطها الإقليمي والجغرافي. أعتقد أن هذا جزء من الصراع الإقليمي، وهو صراع مباشر مع الولايات المتحدة، وعاجلا أو آجلا إذا لم يتم ضبط هذه المسائل ستنفلت أيضا إلى الأطراف الأخرى التي تشكل حالة التجاذب الإقليمي والدولي. نحن حتى الآن نرى بأن روسيا والصين على سبيل المثال غائبة عن المشهد بصورة مباشرة فيما يجري في منطقة الشرق الأوسط،
ولكن لا أحد يعني يعرف بأنه الصين وروسيا هي لا يمكن لها أيضا أن تسمح بأن تهيمن الولايات المتحدة هيمنة مطلقة على منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك يخل كذلك في المسعى لإقامة نظام قطبي عالمي. ولذلك ما يجري مع إيران وباكستان قد يمتد إلى ما هو أوسع ويدخل أطراف دولية فيه. وفي اعتقادي أن الحكمة تتطلب من إيران أن تمتص هذا الوضع بكل جهد مع باكستان، وأن لا تسمح للولايات المتحدة بأن تغرقها أو تدخلها في أزمات إقليمية، رغم أن الأمر ليس متوقف تماما على إيران، ولكن هو أيضا متوقف على الأطراف الأخرى. ولكن مع العراق بالتأكيد بإمكان إيران أن تحتوي هذا الوضع وأن تصل إلى تفاهم مع الدولة العراقية بأسرع وقت. تفضل البقاء معنا أستاذ بسام الصالحي، بينما نذهب إلى بعض ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غزة وردود المقاومة في مختلف المحاور. تطلعنا عليها الزميلة بيسان أبو حامد. مرحبا بك بيسان وتفضل. صباح الخير معي. نسأل هذه جولة من غزة. هناك الكثير من الفيديوهات المؤلمة التي تأتي من غزة منذ بدء العدوان على هذه يعني على هذا القطاع، مثل هذا الفيديو لطفلة استشهدت بسبب البرد يعني وقلة الغذاء، ليس بسبب القصف. ويبدو أن يعني الاحتلال الإسرائيلي يمعن في اختلاق طرق جديدة لقتل الفلسطينيين واستهداف الأطفال الفلسطينيين. نشاهد هذا الفيديو. صار بقت أمها تردحها الصبح، وبقت إيش 100% تردحها الصبح. نسب لك نهمية ومنسق على منبرته وفي الخيام لك نهمية وهيك، وصحيتها ما حاولت لقتها ميتة وبس. يعني مايا، هذه الفيديوهات التي تأتي من غزة هي تثبت وبالدليل القاطع أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يقوم بعمليات قتل ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين. لكن رغم ذلك، أو قبل أن نتحدث عن كيف يتعامل الغزيين مع هذا القتل الممنهج، نشاهد أيضا هذا الفيديو الذي يظهر لحظة قصف ونسف جامعة فلسطين في غزة. طيب، أمام كل هذا الإجرام الإسرائيلي، نجد على مواقع التواصل الاجتماعي الروح المعنوية الغزية يعني ملهمة حقيقة، مايا ملهمة، مثل نوح شاب استشهدت أمه ومصاب، لكنه يقول أنه سيضحك لأن والدته الشهيدة كانت تقول أنها روحها بترجع لها لما بيضحك. بيقول من شمال غزة فيش مستشفى، فيش دكتور، فيش ممرض، فيش حياة، بس برضو أنا أقوى ورميت الكروسة وهيني شوي شوي وقت وحوقف على حالي بدون عكاكيز. أما الأطفال مايا، هذا الفيديو الذي نستعرضه الآن هو انتشر على صفحات المستوطنين ونشروه يعني الأطفال الغزيين يقومون بالأرجحة على حبال الكهرباء التوتر العالي. هذا الفيديو لاقى رواج كبير خاصة في صفحات المستوطنين، وهم يقولون بأنه عفوا الآن يمكن أن نفهم لماذا هذا الشعب لم ينكسر رغم 100 يوم من الحرب بكل قدرتها التدميرية، بكل قدرتها العسكرية، وبكل الدمار والقتل الذي حدث وشرد. بينما في المقابل هناك عشرات آلاف المستوطنين مشردين سواء في جنوب الأراضي المحتلة أم في شمالها. وبالحديث أيضا عن ما يدور في صفحات التواصل الاجتماعي والمزاج العام لدى المستوطنين، هنا نرى أم جندي أو أم أسير إسرائيلي وجدت جثته قبل عدة أيام في قطاع غزة وكان قد مات. لتكشف في منشور على فيسبوك وكذلك في الإعلام الإسرائيلي أن ابنها لم يمت بسبب حماس وبسبب المقاومة الفلسطينية، بل قتل بسبب الجيش الإسرائيلي والطريقة التي يقوم بها بالقصف العشوائي في غزة، حتى أنه قد سمم النفق التي كان موجود به ابنها. وتتهم الجيش الإسرائيلي بأنه هو المسؤول عن خطف الإسرائيليين وأسرهم في غلاف غزة بسبب الفشل والفساد الموجود في هذه الحكومة، وتتهم الجيش الإسرائيلي بأنه والحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيس الحكومة نتنياهو بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة أبنائهم، وهو لا يهتم إلا فقط بيعني البقاء في الحكم. وفي أيضا في النقب
أطفال في مدرسة في النقب من المستوطنين ذهبوا إلى المدرسة صباحا ليجدوا أن أعلام بل يعني أعلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد مزقت، ووجدوا رسالة باللغة العربية تقول فلسطين فلسطين حرة عربية، شئتم أم أبيتم الحقيقة. هذا الموضوع بطبيعة الحال بث الذعر والرعب والرعب في نفوس أهالي هؤلاء الأطفال المستوطنين، وقالوا أنهم يعني لا يأمنون أن يرسلوا أبنائهم مرة أخرى إلى المدرسة، وهذا ما يقول الفلسطينيون أنه لا أمان لمحتل على الأراضي المحتلة. وبالحديث عن الأمان، هذه جولة بالسيارة في كريات شمونة حيث تسببت المقاومة اللبنانية بتهجير آلاف من أهل مستوطنات الشمال، كما تسببت المقاومة الفلسطينية في غزة بتهجير آلاف من المستوطنين في مستوطنات جنوب فلسطين. أما في موضوع آخر، يعني لحظة حقيقة مايا، يعني لحظة إعداد هذه المادة وأنا أبحث يعني عن مواد للتعاطي معها، جاء خبر قصف اليمن الحبيب، فبدت أبحث يعني لنرى ماذا يتحدث الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل، لنكتشف كما يقول أبو أسامة الفضلي أن الطيران الأمريكي البريطاني يقصف محافظة ذمار، والله ما سمعناهم، هذه صواريخ أو إطار حق قاطر انفجر، أمريكا فعلا قشت صواريخها فاسدة كراتين وبلاستيك. يعني هذه التغريدة تشير يعني كانت الروح المعنوية عالية، وفي لحظة القصف حقيقة مايا يعني نعم. كانت المعنويات اليمنية عالية، هم يعني يتحدثون بسخرية اتجاه القصف الأمريكي ويثبتون ويؤكدون أن هذا القصف هو لحفظ ماء الوجه وليؤثر أبدا لا على الروح المعنوية ولا على قدرة المقاومة في اليمن. كانت هذه جولة سريعة على أبرز ما تم تداوله، بالعودة إليك مايا. شكرا لك بيسان على هذه الجولة الحيوية والغنية فعلا. بسان أبو حامد محررة في الميادين، نت أشكرك أيضا أستاذ بسام الصالح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، كنت معنا من رام الله، نحن قرأنا ما جاء في عناوين الصحف والمواقع وأنتم تفضلتم بقراءة ما جاء بين السطور. إذا بالحبر الجديد، طوفان الأقصى انتهى ولكن هذه التغطية متواصلة، ابقوا دائما مع الميادين، إلى اللقاء.